خفيف استنجلينا، خفيف فاقد الذاكره. خلاص احنا اتفقنا على العلاج. الحمد لله. والعلاج ايه بقى؟ الصدمه، لازمه صدمه جامده. صدمه يعني اجيب له كاميون يصدمه؟ صدمه يعني صدمه نفسيه، حاجه معينه، شيء مثير يشوفه بعينه ويقوم يفكره بماضيه. طيب وايه العمل دلوقتي؟ بعد الفحص الاخير نقدر نقول له. اتفضل يا استاذ خفيف، اتفضل. حاضر. لا كده تعالى من هنا. اتفضل اتفضل. حاضر. ما طيب اهو. اتفضل اهو. اتفضل. قول يا استاذ. وادي وان. دي بايب. عظيم. دول كام؟ دول؟ تسعة. تسعة؟ ايوه. ازاي؟ انت ما تعرفش تحسب؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. تسع عقل صوابع. قول لي يا استاذ ماذا تريد؟ دي ايه؟ دي لا 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 لا. ايه ده؟ جايبين لي كحك ناقص سكر؟ يا استاذ. نعم. لما واحدة ست تقف على المسرح تتكلم. ايوه. كلامها يبقى ايه؟ يبقى مونولوج. برافو برافو. ولما اتنين ستات يتكلموا يبقى ايه؟ يبقى ديولوج. يا سلام. طيب ولما ثلاث ستات يتكلموا يبقى ايه؟ يبقى كتالوج. دي ملانخوليا الاباستيليا ايفانيليا دين فاصوليا. ومصحوبه بازمه انفريت فلانجيت بسكويت. تمام. مع شويه اعراض سلسافوبيا زينوفوبيا بدينجانوفوبيا ليلات كوكوبيا. وبالعربي يعني ايه يا دكتور؟ بالعربي يعني مستشفى المجازيب. مستشفى المجازيب؟ ايوه. هنبعته عند الدكتور عقل. مفيش غير الدكتور عقل اللي يقدر يرجع له عقله. واخرتها يعني؟ شوف يا استاذ بهلول، دلوقتي الفاس وقع في الراس، انت تاخد لولو معاك وانا هاخد خفيف على الدكتور عقل، وبعدين نبقى نتقابل عشان يتفق على خطه جديده. امرنا لله. خليك ورا المجنون لحد ما بالخلف. شد حيلك يا خفيف. الو دكتور مخ. اعمل معروف يا دكتور، دي اول مره يعملها، ده عمره ما اتجنن قبل كده. اطمن يا استاذ، احنا هنعامله معامله ميم ميم. ميم ميم؟ ايوه. ميم ميم يعني مجنون ممتاز. الله يخليك يا دكتور. انا متهيالي انها حته صاموله صغيره مفكوكه في مخه، لو ربطوها كويس هيخف بسرعه. اطمن يا استاذ، احنا مستشفانا يضرب بيه المثل في حكايه الجنان ده. وعلاوه على كده فان صاحبك ده باين عليه وديع وهادي. خفيف. مين؟ مين؟ ما تخافش ما تخافش، ده انا الدكتور عقل. عقل؟ مش معقول. مش معقول؟ ازاي؟ انت لازم تصدقني، احنا هنبقى اصحاب. ايه؟ كنت عاوز ترمرم صاحبني. بص للدورق ده. اديني باصص اهو. تقدر تقول لي ايه اللي جواه؟ سمك مقلي. طيب شفت السمك ده فين قبل كده؟ فين؟ شفته عندي شكوريه. طيب تقدر تقول لي ايه اللي جابه هنا؟ اللي جابه هنا واحد مجنون زيك. نو لا يا انت بتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ وايه الهدوم اللي انا لابسها دي؟ ومين ده؟ ده الدكتور عقل. دكتور عقل؟ والكرسي ده هنا بيعمل ايه؟ بيركب له مخ. ده جالي هديه من مدير صاله مزاد. مظبوط. انا افتكرت كل حاجه. يا الاوراق انا كنت شايلها في كرسي من الكراسي اللي كانت هناك. لطيف. انت مش مصدقني. انا مصدقك بس يعني انت متاكد ان حالك رجع لك تاني؟ رجعت ونص. اعمل معروف بدنا نروح صلاه المسجد. توهمك. طيب تسمح يا دكتور. ايه ما خلصني. بكل ممنونيه. الصدمه اللي كنا عايزينها حصلت خلاص. صدمه؟
لطيف، أنا كنت مظلوم قبل كده؟ لا لا، كنت في الماضي. طب يلا بينا. على إذنك يا دكتور، يلا بينا. على إذنك يا دكتور منان. أنا مش قايل لكم إن مستشفى الدكتور عال يضرب فيها المثل في حكاية الجنان دي؟ هذه الحكايه يا سيدي من طقطق للسلام عليكم، وادي صارت المعتادات اللي قلت لك عليها. انت متاكد ان هي اوعى تكسفنا قدام الناس؟ بشر، اما اقول لك هي يعني هي. تعال خش. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. اي خدمه يا حبيبي؟ اولا اعرفك بنفسي، خفيف ابو القطايف من وكاله انباء الطازجه. فهمت خلاص. ايوه فهمت. فهمت ايه يا عم؟ حضرتك بتقصد انك بتبيع القطايف الطازجه مش كده؟ انا اموت في القطايف. ابعت لي دسته. دسته؟ آه. لا ده انا اللي عاوز منك نص دسته. نص دسته ايه؟ شربات؟ لا نص دسته كراسي. كراسي؟ ايوه يعني. اولا اعرفك الاستاذ لطيف مدير عام وكالة الأنباء الطازجة. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. يا سيدي مش أنا حضرتك. أهلاً وسهلاً يا سيدي. سيد زحمة. وثانياً كمان عقبال عندك حيتجوز. مبارك. الله يبارك فيك. مبارك يا حبيبي. يا سيدي مش أنا حضرتك. مبروك. مبارك بكاري يا حبيبي. الله يخليك. وأنا فايت من هنا من كام يوم لقيت طقم أثري شيك، قمت لحيت عليه لازم اشتريه. مش ممكن يا حبيبي. ليه؟ يبقى ازاي مدير شركة طازة ويشتري موبايل يا بايتا؟ لا دمك خفيف قوي. الظاهر ان حضرتك الخبير مش واخد باله. بقى انا غاوي تحف اثرية. ايوه. والطقم اللي كلمك عنه صاحبي عاجبني قوي وما لقيتش زيه في السوق. ليه ما قلتوش من الاول كده؟ ما قلتلوش ليه يا اخي كده من الاول؟ يا سيدي ما قلت لك اهو من الاول، حتى بالامارة الطقم شبه بني ومتعاص ذهبي وفي الاوضه اللي جنبك. مظبوط. ايوه مظبوط يا حبيبي، افتكرت دلوقتي. أيوة. ودي كراسي مريحه قوي. ما هي دي اللي تريحنا وحشوتها نضيفه. احنا جايين لك عشان الحشو. بس دول يا حبيبي مع الاسف تعيشوا انتوا. ايه ماتوا؟ اتباعوا؟ اتباعوا وتوزعوا واتقعد عليهم كمان يا حبيبي. وما تعرفش مين اشتراهم؟ والنبي قول لنا ربنا ما يغلب لك كنبه. واحد منهم قدمته بنفسي انا للدكتور عقل، اللي اخواتي الاثنين نازلين عنده في المستشفى. غريبة، الدكتور عقل وشرفك احنا لسه جايين من عنده، واخواتك بيسلموا عليك، هو عاوزينك. طيب والخمسة التانيين ما تعرفش راحوا فين؟ الخمسة التانيين؟ الخمسة التانيين الحق يديله على ظهره ديله. ايوه افتكرت. لا نسيت. يا لا يا ده انا اسمه كلامي يا حضرة الخبير. اعمل معروف، اعمل معروف يا حضرة الخبير، ما تعملهاش فينا. ربنا ما يحرمك من الدكتور عقل ولا من اخواتك الدكتور. الخمسة الباقيين بقى. أيوة. الخمسة الباقيين. ايوه اتنقوا جنبك. الخمسة الباقيين. ايوه حلو يا سيدي ولا سيدي الا انا. الخمسة الباقيين على اونة. الخمسة الباقيين. لا دي هو ايه؟ الخمسة الباقيين على طريقة. افتكرت افتكرت. يا سلام افتكر. ايه الذاكرة الجميلة دي يا سلام. يا شيخ ده انت لازم تروح لوالدتك علشان تبخرك. ميرسي يا حبيبي ميرسي. أيوة. انا صحيح ذاكرتي جبار. ايوه باين يا فندم. ومن ايام المدرسه. يا سيدي احنا مالنا ومال ايام المدرسه، خلينا في الايام دي دلوقتي. افتكر لنا فين الخمسه الباقيين على سريه. الخمسه الباقيين. ايوه افتكرت دلوقتي. ايه. افتكرت. ايه. مظبوط. اشتراهم التياتر الفني الاستعراضي. ايه يا سلام على الذاكره العظيمه. ده انت يا اخي تستاهل بوس. تستاهل بوس يا حبيبي. تعالى بينا يلا. مع السلامه. تياتر الفن الاستعراضي؟ انت متاكد؟ الا متاكد. بقول لك سمعتهم بوداني وشفتهم كمان بعينيا. دلوقتي عرفت ان شعوري كان في محل. اللي خلى لطيف يقبل الدعوه معناه انه كان عايز يكسب وقت، لانه ما كانش عارف الاوراق فين. تمام، والدليل على كده اللي حصل النهارده. يا ترى ناويين يعملوا ايه؟ انا بعد ما سمعت خبير المزادات بيقول لهم على حكايه الكراسي دي فضلت ماشي وراهم خطوه خطوه لغايه باب تياترو الفن الاستعراضي. ايه وعملوا ايه هناك؟ عملوا ايه؟ ولا عملوا ولا سووا. التياترو كان قافل طبعا لانه ما بيفتحش قبل الساعه 9 مساء. فضلوا نص ساعه واقفين قدام الباب يتناقشوا، وانا جيت على هنا على طول. الله، انت بتعملي ايه؟ احنا اللي لازم هنمضي السهره في تياترو الفن الاستعراضي. طب والتليفون ده عشان مين؟ هطلب اجازه من زهر وبعدها نشوف هنعمل ايه. الو كباري بنيله. يا صباح الانوار المشرقه. اي خدمه؟ اذا سمحت انا هطلب منك اجازه الليله. اجازه بمناسبه ايه بقى؟ الظاهر انه برد جامد قوي،
ما اظنش هقدر اغني الليله. بس كده ولا يكون عندك فكر؟ غالي والطلب رخيص. يا سلام، صحتك بالدنيا الا موافق. ودي عاوزه سؤال؟ لا لا لا، احنا المهم عندنا انك انت تراعي صحتك. حاكم الزكام ده ملعون قوي وساعات يقلب بجد. العفو العفو، احنا نتمنى اي خدمه. مع السلامه. ظاهر ان الحكايه استوت خلاص. انا مش قلت لك؟ ست مستكة فاكره ان احنا نايمين، مش عارفانا موطبين لها ايه. ويبقى زبورتات السفر جاهزه كمان. اسمع بقى انت وهو، دلوقتي حالا على الاوتيل اللي هي نازله فيه، عينيكم عليها ما تغفلش ابدا. مطرح ما تروح هنا ولا هناك، وراها خطوه خطوه. فاهمين؟ فاهمين. بين كل لحظه والتانيه واحد منكم يضرب لي تليفون ويقول لي ايه اخبارها. مفهوم؟ مفهوم. يلا مع السلامه. يلا السلام عليكم. مع السلامه. يا نهار اسود، دي الحكايه مش هتخلص ابدا. ايه الحكايه يا خفيف؟ لطيف اتاخر قوي عندك. يظهر بيستعمل معاه الطريقه 23 عشان يعرف فين طريق الكراسي. طريق 23 وتطلع انت كمان طريق 23. بعدين اقول، بعدين اقول. تعرف انك لطيف قوي يا خفيف. الله يخففك، وده وقته يا لولو بس. لا صاحبي. ايه؟ انا ابتديت انسى المرحوم شاهين من الساعه. شاهين؟ ما هو ايه؟ عملت ايه؟ طمني. قالت عليه الطريقه 23 وصدق انه تحقيق صحفي. وابري ولا ابري ولا حاجه. انا عرفت لك الكراسي موجودين فين. فين؟ اتنين موجودين منهم على المصر. حلو. واتنين موجودين في اوضه بندق ولوزه. حلو. والخامس يا سيدي موجود في المخزن. طيب وايه الحل دلوقتي؟ انا خلاص رسمت لك خطه كويسه. ايه هي؟ عليك انت ولولو دلوقتي تخش في اوضه بندق ولوزه. ناكلهم. ناكلهم ايه يا مجنون؟ امال ايه؟ انت تستعمل معاهم طريقه 47. لا لا ايه؟ 18 احسن. 18 ايه يا بني ادم؟ انت هتودينا بداهية 47. بقول لك 18 يعني 18. خفيف انت اتجننت. 47. اسمع. ايه؟ 53 احسن عشان معايا حبل. عندك حق. ايوه 53 احسن. ايوه اسمع بقى. انت دلوقتي تخش اوضه بندق ولوزه. ايوه. وتدور على المستندات في الكراسي، ولما لقيتش حاجه تربطهم هما الاثنين بالحبل اللي معاك وتطلع انت ولولو قدامهم على المسرح. يا سلام. ايه؟ انت فاكرني يا اخويا رقاصه؟ رقاصه ايه؟ مش ضروري ترقص. المهم انك تدور على المستندات في الكراسي. وحضرتك تخش كده تتفرج علينا؟ اتفرج ايه يا مغفل؟ انا هستخدم طريق 17 لغايه لما اوصل المخزن. كده؟ يلا بينا. يلا بينا. مش تضيع وقت. يلا. حضرتكم الانسه لوزه والاستاذ فندق الرقاصين المشهورين؟ ايوه احنا. اي خدمه؟ انا خفيف ابو القطايف مندوب شركه الانباء الساخنه، جاي اخد حديث عن الفن الرائس الاستعراض. اتفضل يا استاذ خفيف. تعالي. وايه العمل دلوقتي يا ميمون؟ الاوامر اللي عندنا من الري الصريح، هنضرب له تليفون ونقول له اللي حصل من ساعه ما نزلت من الدكان لحد دلوقتي ونشوف اوامره ايه. طب يلا نضرب تليفون. يلا. فندق لوزه. ايوه ده احنا جاهدين يا خفجه. حاضر. انا ما طلعتش فاس فندق الطريقه 53، لازم تقشرك. نعمل ايه؟ يلا غيرها بلاش.